طب احنا كيف نطبق كايزن داخل الشركه؟ فيما يسمى روح التحسين المستمر. طب ايش هو الروح التحسين المستمر؟ ليها 5 مبادئ. المبدا الاول تحدي جميع الافكار الراسخه. التحسين المستمر معناته ايش؟ انه احنا حنطلع بافكار جديده، كيف نغير او كيف نعمل الحاجه بشكل افضل. فاحنا دائما حنطلع بحاجات جديده. ففي ناس كثيره في المؤسسه او في الشركه حتعترض او حتقول لك احنا طول عمرنا بنعملها بالشكل هذا، طب ليه اغير؟ هي قاعده تشتغل، ما هي مكسوره او ما هي خربانه، ما حد قاعد يشتكي. فاحنا هنا بروح التحسين المستمر المبدا الاول انه احنا بنتحدى كل الافكار، ودائما بنحاول نلاقي طرق جديده نطبق فيها الشغل او العمل او الخدمه اللي احنا بنقدمها. المبدا الثاني افعلها الان. كثير من الاوقات اللي بيحصل ايش؟ انه احنا عندنا الفكره كيف نحسن، وعندنا الموارد والريسورسز اللي محتاجينها عشان نعمل التغيير، ولكن بنقول بكره، الشهر الجاي، مو وقته. اوكي، فاللي بيحصل ايش؟ بتطلع مشاكل جديده، بيتغير الوضع وما بننفذ التحسين. فمنهجيه كايزن بتقول انه لو انا عندي الامكانيه وعندي الفكره اني اطبق التحسين، محتاج اعملها على طول. المبدا الثالث استرشد بحكمتك وليس بمالك. كايزن مبني على التحسينات الصغيره التي لا تكلف مال. اوكي، معنى هذا انه احنا لازم نحاول نعمل التحسين بتكلفه قيمتها صفر او باقرب قيمه ممكن نعملها للصفر. نطلع بافكار بسيطه نحسن فيها الشغل. كثير من الاوقات احنا نقول ممكن احسن، احنا محتاجين تكنولوجيا جديده، محتاجين برامج جديده او اجهزه جديده، محتاجين موظفين اكثر، فدائما فيها مصاريف اكبر على الشركه. كايزن هدفها ما هو انه احنا نلاقي احسن تكنولوجيا، بالعكس احنا لازم نحاول نلاقي افكار بسيطه بالموارد المتوفره للشركه عشان نقدر نعمل الكلام هذا. المبدا الرابع 5 لماذا. اسال لماذا 5 مرات للوصول الى السبب الجذري. خلينا نفكر زي الاطفال لما يسالوا اهلهم، لما الاهل يجي يقول للطفل سوي اكس او سوي شيء، الطفل ردت فعله ليه؟ اوكي، لماذا؟ فاحنا هنا بنسال لماذا بنفس المنهجيه هذه عشان اوصل للسبب الجذري اللي هو مسبب المشكله، عشان لا احل السبب السطحي. مثال على الكلام هذا، لو احنا بنتكلم لو احد عنده وجع في اسنانه، اوكي، انا ممكن اخذ بنادول اوكي ويحل لي المشكله، ولكن انا هنا تعاملت مع العرض فقط ومؤقت، بس انا محتاج اروح لدكتور عشان يوصل للسبب الجذري ويعطيني الحل المناسب للألم اللي موجود في الأسنان. فهذه الفكرة من 5 لماذا، إنه إحنا نسأل لماذا لغاية لما أوصل للسبب الجذري. 5 هذه ما هي معناها إنه أنا لازم دائما أسأل 5 مرات، ممكن أوصل للسبب الجذري ب3 مرات أو أسأل 7 مرات، ولكن هي توحي إلى إنه أنا لازم أقعد أسأل لماذا لغاية لما أوصل للسبب الجذري. وآخر مبدأ التحسين لا نهاية له. اوكي، مهما حسننا، مهما طورنا، مهما سوينا، دائما هناك افضل، دائما في اسلوب احسن ممكن نحققه. انا ممكن في اول تحسين اجيب ناتج 50% تحسين، المره اللي بعدها ممكن يكون 30%، اللي مره اللي بعدها ممكن 10%، وممكن يقل عن ذلك بعد كذا، ولكن على المدى الطويل التحسين طول عمره ممكن يتم بشكل انه انا اقدر احسن من الشغل حقي او الخدمه اللي انا بقدمها.